أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا وتابعوا معنا كل ما هو جديد على الساحة العربية والعالمية وأحدث ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربي. والآن لنبدأ. أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر أن عدد السلالات كورونا المتواجدة بالجزائر يقدر بعشرين سلالة. وأضاف بن بوزيد أن التقرير الخاص بالسلالات التي اكتسحت الجزائر من الخارج سيطرح اليوم الأحد كملف للنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، وأشار إلى أن قرار فتح الحدود من عدمه سيفصل فيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن الحسم في هذا القرار ليس من صلاحياته كوزير. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية أمس السبت تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة إضافية خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك يبلغ العدد الجملي للإصابات المؤكدة 125,059 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3,360 وفاة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.